احلم معايا بالامان يملى الاماكن جوه القلوب تلقى الوطن جوانا ساكن يفضل املنا في ربنا يكبر وطننا يضمنا نقدر نحقق حلمنا احلم واضح احلم وخلي الحلم ساكن في القلوب حاسب لحلمك يتوه وسط الظروف بايدينا نمسح دمعنا نرمي الهموم ورا ظهرنا نقدر نحقق حلمنا احلم واضح عيش كل يوم ورمي الفشل دايما بعيد حب الحياة خلي الأمل جواك يزيد الخير رسالة ربنا وأمركم يهمنا نقدر نحقق حلمنا أحلم واضح حالفين تملي نكون معاك رغم الظروف ونكون سند وقت الخطر من أي خوف جايين نساعد أهلنا وهمهم بأهمنا لازم نحقق حلمنا أحلم برحب بكم أعزائي المشاهدين ولقاء جديد وأحلام مواطن دايما حلقة السبت ببقى عاوز وأنا جاي لكم فيها بما أنها وقتها بيبقى متأخر وانتوا شبعتوا طول اليوم أخبار على كل لون أغلبها دايما بتبقى مقلقة شوية أو سلبية نظرا للظروف اللي كلنا بنعيشها فبقولها خليها حلقة مختلفة شوية ودمها خفيف وفيها أعمال خير وفيها تقارير إيجابية وفيها نصايح إيجابية جدا للظروف اللي احنا بنعيشها ولكن موقف فرض نفسه تماما خلاني أبقى بعيد تفكيري في حلقة النهاردة لازم نكلم بعض لازم هقوله حتى لو كان في كتير من البرامج تناولوه بس معانا النهاردة مختلف شوية ليه؟ شفتوا في البرنامج دوت المسلمين اللي بيموتوا في ايطاليا كنت بوريكم تقارير مصوره مخصوص لاحلام مواطن من خلال مراسلنا هناك في ايطاليا بيدفنوا المسلم اللي بيموت هناك ازاي معاه مسلمين ومعاه طليان اجانب وبيدفن معزز مكرم وجبنا في البرنامج ده بالصوت والصوره. يوم الاربع او السبت الماضي كان معايا مداخله احمد ابن الست المتوفيه في مستشفى النجيله وقال له ده ما راحش خدها من مطروح ده قال له ودها لي اسكندريه وشويه اقاويل وعملنا مداخله مهمه جدا وضحنا بيها الحقائق وشفنا الموضوع مش ازاي بعد ما خد جثمان والدته وتم دفنها. انا هحاول اعمل كنترول على نفسي لان الموضوع مستفزني جدا من ساعه ما شفت الفيديوهات وقريته الصبح باي منطق واي عقل واي دين المشهد اللي حصل النهاردة في محافظة الدقهلية يكون موجود بالله عليكم أي حد بيشوفني دلوقتي ودي جزء من الفيديوهات اللي موجودة طول اليوم النهاردة كل الناس جابوها علشان نبقى نشوف اللي حصل النهاردة لدكتورة محترمة وطنية شهيدة أدت دورها على أكمل ما يجون إلى أن اختارها ربنا سبحانه وتعالى في التوقيت ده مريضة متأثرة بكورونا وهي كانت أحد الدكاترة اللي احنا بنقول عليهم في البرنامج ده دايما الجيش الأبيض. يعني ايه يحصل مظاهرة وتجمع وما ينفعش ان هي تدفن نظرا لهذا التجمهر في هذه القرية او المدينة لغاية لما الامن يجي وقوات امن ومدير الامن وبعدين نرش بالخراطيم عشان نفرق الناس عشان امكانية ان احنا ندفنها. هل اللي بيشوفني دلوقتي يتوقع ان احنا في يوم من الايام وصلنا لكده؟ العالم كله بنعاني من كورونا وبنعيش والاف الضحايا مئات الالاف دلوقتي لو بنتكلم بقى بشكل اكثر دقة واحنا لسه النهاردة الناس بتتجمهر عشان دي ما تدفنش في بلدها ومع اهلها وناسها. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ مش هقول لك بقى الثقافه والوعي والناس ما كانتش تعرف وان الميت لما بيموت رسميا وعلميا ما فيش حاجه اسمها الكورونا تنتقل ليه ولازم تدفن، كل الكلام هيكون متواضع قدام المشهد اللي انتوا شايفينه معايا ده النهارده، هو في ايه يا مصريين؟ هو في ايه يا جماعه؟ في ايه يا عم الحاج النهارده اللي كنت سبب النهارده ربنا يا رب والله العظيم والله العظيم كل واحد عمل شيء بيقعد له، انا مش عاوز الموضوع يبان انه مبالغ فيه في الانفعال ولكن كل المشاهد اللي انتوا شايفينها دي لو كنت سبب في تاخير دفن الست دي ربنا هيجازيك. لو كنت سبب في اللي حصل ده ربنا هيجازيك. فطبعا الكلام كله هيكون متواضع متعودين في احلام مواطن نروح للمصدر نروح للي ايده في النار نروح للي نقول له البقاء لله. معايا الدكتور عارف اخو الدكتوره المتوفيه عارف عبد العظيم برحب بك يا دكتور عارف.
اهلا اهلا استاذ هاني، ازيك يا مستر؟ ازاي حضرتك في البدايه؟ يعني ربنا يعزك في البدايه. طبعا البقاء لله كل يعني التعازي لحضرتك وللاسره الكريمه، كل الكلام هيكون متواضع امام هذا المشهد. اعلم جيدا ممكن تكونوا حاسين بايه دلوقتي، خصوصا بعد المشهد اللي كلنا شايفينه دلوقتي. حابب اعرف منك كده اجواء النهارده اللي حصل، عشان اسمعها من اخو المتوفيه، عشان ما حدش يزايد على حقيقه بنقولها في خلال من خلال هذا البرنامج يا دكتور عارف. والله يا استاذ هاني اللي حصل النهارده، احنا الصبح نزلنا البلد فتحنا المقابر، وما جاست ان احنا فتحنا ولقينا البلد كلها طالعه علينا، الناس عماله تصوت انتوا جايبين لنا مرض، جايبين لنا مرض، خدوها خدوها مش هتدخل، وتجمعوا في مدخل البلد. توقف الاسعاف والتامين اللي معانا، فطلبنا بقى المحافظه والمديريه الامن والمركز وعدد، يعني بنشكر طبعا مدير الامن والحكيم دار يعني انتوا فجاه كده يا دكتور عارف، بعد ما فتحتوا مقابر العائله وعربيه الاسعاف جايه بالجثمان، الناس فجاه طلعت كده وبتقول لكم انتوا جايبينها تدفنوها هنا ليه؟ انا كده بقول صح؟ انتوا جايبين لنا كورونا وحكايه، جايين تمرضونا وحكايه، الكلام اللي انت عارف ده. لا اله الا الله. وايه اللي حصل تاني يا دكتور؟ شايف حضرتك انت المنظر. طبعا حاجه والله ما مستوعب اللي انا شايفه يا دكتور عارف. طب وبعدين اتصرفتوا ازاي؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ احنا طلبنا بقى بالمديريه وكده والمركز، والناس في الحقيقه مشكورين، كله حضر ومدير الامن على راسهم ومباحث المديريه يعني انت اتصلت بالمديريه وبالنجده جولك بسرعه على سبيل المشهد دوت ان هم يتعاملوا مع، وطبعا لغايه لما جم الجثمان واقف في عربيه الاسعاف وانتوا واقفين حوالين الناس، ولا عرفت تروح المقابر ولا عرفت تتصرف ازاي؟ لا لا تمام، هو يعني البلد يقول لك يعني على جثتنا انها تدخل، على جثتنا انها تدخل. لا اله الا الله. طيب انا مش فاهمين يعني ده حاجه. طب هل ما حدش نزل يكلم الناس انتوا بتقولوا كده ليه؟ ما فيش حاجه اسمها عدوى بعد ما توفت، ده كانت دكتوره بتقوم بواجبها. الناس مشحونه شحنه كبيره استاذ هاني. طب ما الشحنه دي يا دكتور عارف من ايه؟ يعني ما هو دي اول متوفيه بكورونا يعني في مصر ولا في العالم؟ والله يعني انت عارف طبعا الناس بسطاء ومش قادرين يستوعبهم، وانت عارف الناس ديت اللي بتبقى جايه الجثمان جاي متعقم ومطهر، والفيروس اصلا ما بينتقلش عن طريق ال طبعا متوفي طبعا 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 بعد ما توفى يعني خلاص مفيش عليا الموضوع يعني انت. هي سوء فهم في الناس اللي هي البسطاء دول، عملوا مشكلة كبيرة جدا، وطبعا الحمد لله الامن جه يعني عمل مجهود كبير جدا. طب قول لي يا دكتور عارف، يعني اخر كلمات المرحومه يعني الدكتوره، وهي طبعا بتقوم بواجبها ومحدش في نفسنا ليه حاجه، حتى اللي بيكلمك ده ممكن كلنا معرضين يجي لنا كورونا في اي لحظه ربنا يختارنا يعني. انقل لي كده، وهي كانت يعني دكتوره وضحيه الكورونا، اخر تواصل معاها كان من خلال مين او قالت ايه؟ عشان حابب ان انا اسمع الناس اللي كانت واقفه لها بالطريقه دي، الست دي وهي بتقوم بدورها وربنا اختارها، كان كلماتها ايه؟ والله الحمد لله طبعا هي كانت محسنه جدا مع كل يعني القريب والغريب، اي حد يعني، هي انسانه محسنه، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها، هي وجوزها الاستاذ الدكتور محمد الهنداوي استاذ كليه الهندسه روخر، يعني بذخ بشد على الناس ديت، والناس يعني مش عارفين. انا لحد دلوقتي انا مش قادر. طب لو انا قلت لك يا دكتور عارف، يعني قول لي كده رسالتك لكل واحد كان واقف في المشهد ده، سواء بقى بقصد بفهم بقله وعي ايا كان، دي حرمه ميت يا جماعه، هو احنا وصلنا لايه؟ رسالتك للناس دي تقول لهم ايه؟ وانت اخو الدكتوره المتوفيه وفرصه وانت معايا على الهوا، وعاوز اقول لهم اخو المتوفيه عشان انتوا وقفتوا النهارده عطلتوا مراسم الدفن بالشكل ده، تقول لهم ايه النهارده يا دكتور عارف؟ والله يا استاذ انا مش قادر، انا مش قادر استوعب، انا مش فاهم بقى ليه ايه اللي حصل ده. لكن طبعا عطل لينا، ويعني برضو المتوفاه انت عارف اربع ساعات لما دخلنا، اشغال القوات الامن دي كلها عن مشاغلها وولادها والناس كلها جايين، يعني ارهاق فوق ما تتخيل. في سبب ايه ما بتفهمش، حد قال لهم كلمتين من اللي انت عارف حضرتك دول، ده جايبين لنا كورونا، جايين يبنغتونا، جايين يعني تقول تعيد. هو يعني انا اعتقد والله اعلم ان هو موضوع جاهل اكتر من كده. طبعا انا من خلال المنبر بتاع حضرتك، وانا بقول
يعني لو كرر ده المشهد دي يبقى في قانون طبعا قانون رادع. النائب العام النهارده امل بالتحقيق العاجل في الواقعه، وده تحرك سريع من الدوله طبعا يا دكتور عارف. يعني اقل حاجه لازم يبقى في غرامه ماليه وحبس، ما فيش فيه كلام. يعني الناس تطلع تقاوم القوات على ايه؟ انا مش فاهم. يعني هم قاوموا كمان لما قوات الامن جت كان في مقاومه كمان من قبل الجماهير، يعني مش مشيوا كده بسهوله لما شافوا الامن جه. لا هتافات كتيره وبتاع، مشوش الا لما اتضربوا. يا نهار ابيض. مباحث مباحث المديريه نزلت لمت الاساتذه الزعمه وضربوا بتاع غاز، كله طلع يجري في الحيطان زي المعيز لمؤاخذه. انا طبعا يعني كل جمل التعازي لحضرتك وللاسره دي، شهيده ادت واجبها، كلنا مالناش في نفسنا حاجه، ولكن المشهد كان قاسي جدا. ربنا يا رب يصبر قلبك وقلب الاسره، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. بشكرك جدا دكتور عارف عبد العظيم، الاخ الاكبر للمتوفيه النهارده الدكتوره سونيا عبد العظيم عارف. والله العظيم كل الكلام هيكون متواضع امام هذه المداخله وهذا المشهد. انتوا فيكوا ايه يا مصريين؟ يعني مش هنحاسبن على الهوا ولا نقول ايه؟ يعني ده دين ايه ده؟ انتوا بتفكروا ازاي يا جماعه؟ يا جماعه ده ما فيش دين يرضى كده في الدنيا يا جماعه، دي حرمه متوفي يا جماعه، ده الاجانب بيدفنوا في ايه؟ ربنا يصلح الحال دايما. يعني اللي عمل شيء هيقعد له، ولو انت كنت واقف منعت الست دي تنزل في ميعادها في القبر النهارده هيقعد لك انت او اي حد قريب ليك. ربنا يصلح الحال، والوعي يبقى مهم جدا، ولكن الموضوع كان شيء صعب جدا. النهارده محافظه الدقهليه هيطلق اسمها على احد المدارس هناك في المحافظه، ده شيء جيد جدا. وكمان النهارده من الصحه العالميه قالت ان مفيش عدوى رسميا في الموضوع، المفتي حرم الموضوع رسمي النهارده، كل الناس النهارده انتفضت بعد هذا الخبر. زي ما قلت لكم انا كنت حابب النهارده ان الموضوع يبقى مختلف شويه، علشان كده في موضوع كورونا كل الدعم لكل الناس ان شاء الله بشكل جيد. حبينا النهارده كبرنامج احلام مواطن نعمل فقره مختلفه شويه مع حضراتكم بما انها حلقه السبت. الفقره دي يا جماعه ليها علاقه بحمله مهمه جدا اسمها صحتك قوتك. هذه الحمله كانت موجوده من فتره منذ انتشار يعني فيروس كورونا من وزاره الصحه بالتعاون مع شركه استرا زينكيا. طبعا دي حملة مهمة جدا، التوعية فيها كانت شيء مهم جدا. تفاصيلها والكلام بقى عن مرضى السرطان تحديدا في الحماية من كورونا، او الكلام في عناوين عريضة ايه تفاصيله في الاجواء دي، هنعرفه بعد ما اطلع فاصل سريع من الدكتور عمرو صقر استاذ علاج الاورام بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة. هسأله اسئلة مهمة جدا جات لنا على صفحة البرنامج، هسأله التعامل في الفترة دي ايه اخباره مع مرضى الاورام تحديدا، هسأله عن تفاصيل المبادرة الخاصة بصحتك قوتك مع الشركة ووزارة الصحة، كلام مهم جدا أدعوكم للمتابعة. فاصل سريع واستقبل على طول الدكتور عمرو صقر. مرحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين، زي ما اتفقنا النهارده في الجزء الثاني من حلقتي معاكم النهارده جزء توعوي مهم جدا للمواطن المصري اللي دايما بيثق في هذا البرنامج، علشان كده كنت حريص ان انا اجيب فقره اعتقد انا شخصيا كنت محتاج ان انا افهم عنها كتير، خصوصا بعد حاله الجدال اللي دايره في المجتمع المصري لبعض المرضى او بعض الناس اللي ربنا رب يعافي كل الناس عندهم حالات صحيه معينه في ظل ظروف كورونا. محدش ينكر يا جماعه طبعا ان الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي طبقتها مصر زيها زي كل دول العالم في الفتره الاخيره، وان كنا طبعا الحمد لله بنحاول جاهدين بشكل اكتر جدا ملموس على الارض، كان ليه دور ايجابي ان لغايه دلوقتي بلغه الارقام الحمد لله لغايه دلوقتي ربنا ساترها معانا اكتر منه ستر ربنا كونوا عن وعي الناس، لان بنشوف مشاهد لسه صعبه شويه. طبعا كان في حملات اطلقتها وزاره الصحه اللي هي بصدد عنوان فقرتي النهارده، الحمله اللي بنتكلم بصددها النهارده يا جماعه اسمها استرا زينيكا، دي صحتك قوتك، دي حمله قوميه اطلقت تحت رعايه وزاره الصحه مع الشركه لتوعيه المرضى الاكثر اصابه بالفيروس. علشان كده خلوني على طول اروح ارحب بيشرفني في الفقره دي الدكتور عمرو صقر استاذ علاج الاورام بكليه الطب القصر العيني جامعه القاهره. مرحب بك يا دكتور عمرو ومنورنا. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دايما، يعني وجودك النهارده معانا اكيد الناس مستنياه، رسائل كتير جات لنا على صفحه البرنامج. حابب بس في عنوان عريض اعرف الناس اللي لسه ما تعرفش عن حملة اللي بنتكلم عليها صحتك قوتك النهاردة، فعناوين عريضة من خلال الدكتور عمرو يشرحها لنا للسادة المشاهدين. الهدف من الحملة دي نشر الوعي الصحي السليم، لأن الكنز الحقيقي عندنا في البلد هو صحة البني آدم. البني آدمين لما يكونوا أقوياء كبنادية
بدنيا وكصحيا وكذهنيا هيقدروا ينتجوا اكتر. هو ده الكنز الحقيقي للمصريين، ازاي نحافظ على صحتهم، ازاي نوعيهم من الاخطار اللي حواليهم، ازاي يعيشوا حياه صحيه كريمه بعيده عن الامراض. هو ده الهدف الحقيقي من الشراكه ما بين وزاره الصحه وشركه استرازينيكا عن طريق نشر الوعي الصحي السليم، ازاي الناس تعيش في صحه، ازاي تبعد عن الامراض، ازاي يبقوا اكتر صحه اكتر قوه. طيب دكتور خليني اسالك بصلب تخصصك على طول، لان ده جالنا كتير على صفحه البرنامج لما اعلنا ان سيادتك ضيف لينا النهارده في فقرتنا. هل فعلا مرضى السرطان تحديدا او الاورام طبيا بقى او علميا اكثر عرضه للاصابه بفيروس الكورونا، ولا بتبقى بتتفاوت من شخص للتاني، او بتتفاوت ربنا رب يحفظ كل الناس؟ هل انت مصاب في ايه؟ هل انت كنت مصاب وتعالجت خدت خلاص الكيماوي والاشعه وخفيت، ولا انت لسه في مراحل العلاج؟ او الشرح من سيادتك في الجزئيه دي. ده سؤال حلو جدا وسؤال في منتهى الذكاء. في عيان قوام وعيان قوام وعيان قوام. في عيان قوام عنده ورم بسيط موجود في الثدي اتشال وخد علاج كيماوي، أيوة. وبعد كده ماشي على علاج هرموني وعايش حياته، ده زي اي بني ادم عادي، ده كده ما عندوش مشكله خالص. وبعد ما يخلص الكيماوي الهرموني العلاج الشعبي ده زي اي انسان عادي. كون ان العلاج الكيماوي خلص بقاله شهرين، بعد شهرين 8 اسابيع بالظبط من اخر جرعه علاج كيماوي، البني ادم ده زي اي بني ادم وعنده فرص متساويه زي اي بني ادم في الحياه في قوه المناعه بتاعته. يختلف تماما عن بني ادم بياخد علاج كيماوي اثناء العلاج الكيماوي لا ده مناعته قليله، ده لازم احافظ عليه. ده اللي انا خايف عليه بقى. يعني لو صدفت يا دكتور، لو انا فاهم صح صحح لي برضه، لو انا فاهم غلط، اللي سوء حظه كان في اثناء ظروف كورونا اللي العالم كله بيحاها دلوقتي لسه بياخد جلسات سواء كيماوي او اشعاع، ده محتاج وقايه خاصه. انا بقول صح؟ كلام مظبوط 100%. وفي الجمعيات العالميه نزلت ارشادات للناس دي بقى بالذات، يعني العلاج الكيماوي للاورام ممكن تخف وشفاء تام زي اورام الراس والرقبه، الناس دي لازم تاخد علاجها صح 100%، ولازم احافظ عليهم كويس قوي. طب ازاي؟ الرساله دي للعيانين وللاطباء الشبان، لازم ادي ادويه تقوي المناعه، ده اساسي. لازم ادي حاجات تمنع التفجيع، تمنع غبمان النفس عشان العيان ده يعرف ياكل ويشرب كويس قوي. لازم ادي مسكنات قويه لان البني ادم ده اكيد بيتوجع من العلاج من المرض نفسه اللي عنده، فلازم احافظ عليه كويس قوي، ما يبقاش في وجع، ما يبقاش في غبمان نفس، ما يبقاش مناعته قليله. حقن اللي بتقوي المناعه دي في مهمه جدا عشان تمنع حدوث اي التهابات، عشان لو حصل التهابات هيخش المستشفى، انا مش عايزه يدخل المستشفى لأن فرصة التعرض للإصابة بالفيروس في المستشفى أعلى من أي مكان تاني، فأنا بحاول بشتى الطرق إن العيان ده يفضل في بيته أو يروح ياخد العلاج ويمشي على طول. الحقن اللي تقوي المناعة، الأدوية اللي تمنع غممان النفس والتفجيع في غاية الأهمية عشان يعرف ياكل، عشان لما ياكل كويس هيبقى مناعته أحسن. وتالت حاجة مهمة أوي، أديله مسكنات كويسة عشان ما يحسش بوجع، لأن لو حس بوجع مناعته هتقل، نفسيته هتقل، لأن النفسية مرتبطة تماما بالمناعة. فدي في غايه الاهميه الموضوع ده. طب العلاج الاشعاعي، من الذكاء ان انا ممكن اقصر فتره العلاج الاشعاعي، يعني لو ده بيبقى الدكتور واخد ده في الاعتبار بقى لان المريض مش في نفسه حاجه، اكيد الدكتور لازم ياخد. مش عايز اقول لك ان احنا كجروب في جامعه القصر العيني جامعه القاهره ومستوى الجامعات كلها عاملين ارشادات خاصه ازاي دكاتره الاورام يتعاملوا مع العيانين. يعني اكزامبل سرطان المستقيم، بدل ما ادي 25 جلسه انا ممكن اديهم 5 جلسات. دي ما تصنفش نصايح من الدكتور عامل للدكاتره، ان اعتقد بعد وجود كورونا انتوا كدكاتره واخدين ده في الاعتبار، بيتم تماما للمرضى عشان اطمنهم. انا بقول صح يا دكتور؟ طبعا 100% صح. يعني احنا لازم نطمن الناس، نعرف ان دي فتره ما جاتش قبل كده الا من 100 سنه قبل كده. الفترات دي فترات الاوبئه بتيجي للناس كل 100 سنه. الفتره دي ليها طبيعه خاصه، الفتره دي لازم البني ادم بيحارب فيها بان هو يبعد بالظبط. وده حرب غريبه. قلت جمله بمناسبه يبعد بقى في سياق كلامك دلوقتي استوقفتني. قلت التواجد في البيت امن شويه من وجودك في المستشفى عشان فرص العدوى هناك ممكن تبقى اكتر شويه، هل ده بتعني بيه بشكل عام ولا للمرضى تحديدا عشان برضو ما نبقاش بنخوف الناس او نطمنهم ان انت لما تاخد نفسك في البيت او تخلي بالك من نفسك في البيت بتبقى صحيا اضمن شويه؟ مليون مره، كلامك صح في المية. احنا بننصح الناس كلها وبالمرضى بالاخص اقعد في بيتك، لأن في بيته هو محافظ على نفسه، أنت ما تضمنش مين اللي حامل للمرض، لأن حامل المرض ده بني آدم طبيعي جدا، زي وزيك، هو مش متشاف، هو مش معروف. هو بينقل المرض من واحد للتاني للتالت وهو ما حدش يعرفه. وهي دي خطورة المرض، خطورة الكورونا دوت إن هو عارف. خطورة الكورونا ده في حاجتين، إن هو سريع الانتشار، إنه يعدي من بني آدم لبني آدم بسرعة قوي، وإن هو ساعة لما يجي لحد بيأثر عليه قوي. فالابتعاد عن بعض،
الابتعاد عن الناس من بعضها، كل واحد يبعد عن التاني، كل واحد يستقر بحاله، كل واحد يقعد في بيته، ده أأمن حاجة. طيب الناس كانت بتقول الناس الكبيرة في السن، لا ده اللي عنده قلب، اللي عنده سكر، اللي عنده كانسر سرطان، ربنا يا رب يحفظ الجميع. هل بتتشابه هنا نسب الخطورة أو أن أنت مريض قلب أو سكر زي مريض السرطان، ولا كلها في السياق طالما الإرشادات واحدة؟ الناس الكبار في السن مناعتهم قليلة، ودول أخطر ناس، ودول اللي بنخاف عليهم تماما. يعني دول بالذات لازم يتحطوا في حتة كده لوحدهم ونحافظ عليهم. تمام. ودول أكتر ناس حصل لهم مشاكل بموضوع الكورونا، يليهم مرضى السرطان اللي أثناء العلاج، اللي هم بياخدوا علاج وتعبانين. أيوة دي نقطة مهمة أوي، معلش هعيدها معاك يا دكتور. مرضى السرطان اللي صدفة، ربنا رب يحفظ الجميع، وجود كورونا أثناء ومشيك في العملية العلاجية، مش إن كان عندك وخفيت منه. مش عايز أقول لك هو ده اللي عنا عليهم قوي، ولازم نحافظ عليهم جدا. وفي حاجات كتير جدا، يعني لو أقدر أغير العلاج بعلاج إقراص بدل علاج كيماوي في مستشفى، كلنا بنجي ورا كده. ده هيوديني لسؤال مهم جدا، العلاج المتبع اللي اعتمدته وزاره منظمه الصحه العالميه، وان كل الناس اللي بيبقوا في حجر دلوقتي تم تاكيد اصابتهم بكورونا بياخدوه. هل هذا العلاج اللي بيتم تعطيه الان من خلال التعامل مع حالات الاصابه بكورونا يتناسب او يتنافى او يكمل او يؤذي لا قدر الله هذه الفئه من المرضى، سواء كان سرطان او قلب او سكر، ولا ملوش علاقه او تاثير مباشر؟ حاله وحاله وحاله، على حسب. بالظبط. يعني لو حاله كولد، يعني حالة ما فيهاش مشاكل وخلصت العلاج الكيماوي وجالها الكورونا، ما يفرقش خالص. لو عيان تحت العلاج الكيماوي، لا ده احنا لازم نشوف بياخد ايه وايه التفاعلات ما بين العلاج ده مع العلاج الكيماوي، وده اللي بنخاف عليه. عشان كده ده لما بيروح المستشفيات وياخد علاج لازم بنتابعه، بتاخد ايه وما تاخدش ايه، والانزيمات بتاعتك ماشيه ازاي. ده اكتر بني ادم عليه عين عاليه جدا، البني ادم اللي بيزرع، البني آدم اللي بياخد علاج كيماوي عالي للقوام الغدد الليمفاوية، ده مليون سؤال عليه ومليون عين عليه، والأدوية اللي بياخدها ماشية ازاي، هو ده الأساس. عشان كده احنا بنتحاشى تماما ان احنا ندي علاجات كيماوية قاسية في الظروف ديت. احنا بنحاول بشتى الطرق ان احنا نخفض جرعات العلاج، بنحاول نخليها أقراص بدل ما هي حقن، بنحاول ندي أدوية تقوي المناعة، وهو الهدف ده الأساس. ونفسيا برضو مريض الكانسر أو السرطان ما يخافش أن أنتوا واخدين ده في الاعتبار، فبالتالي ما يصنفش نفسه أنه هو نفسيا يبقى مهزوم من قبل ما يبدأ مراحل العلاج. مريض السرطان ده محتاج دكتور شاطر، الدكتور ده يحفزه زي بالظبط الكوتش، أنه هو قدام حرب ما بين حاجتين، ما بين السرطان وما بين فيروس كورونا، لازم يكسب ده ولازم يكسب ده. السرطان ياخد العلاج السليم وياخد المناعة القوية وياخد النفسية العالية، وفيروس كورونا لازم يجتنب أي حد، يبعد عن الناس، يبعد عن أي حاجة ياخد منها الفيروس، يلبس الماسك، يلبس الجوانتيات في المستشفى وهو رايح ياخد علاج. أيون حتى وانت رايح تاخد علاج لازم تكون مخلي بالك. طبعا حفظ ما بعده حفظ. هايل، كلام مهم جدا. لو قلت للدكتور عمرو صقر في أربع نقاط كده أو عناوين عريضة في بوينت بيوجه رسالة لمرضى الأورام بشكل عام في هذه المرحلة لها علاقة بالنصايح عشان يحيوا حياة مناسبة جدا بتوائم الخطر اللي بيحف بكل الناس أو اللي حوالينا، الدكتور عمرو يوجهلهم نصايح عبارة عن إيه في نقاط واضحة عشان يفهموها؟ اعرفوا كويس أوي إن دي فترة بسرعة هتروح، كبرنا شهر شهر ونص والموضوع ده يروح تماما. علاجك مع السرطان بياخد فترة طويلة، مش مشكلة أبدا لما الفترة دي نهدى فيها في العلاج، الدنيا مش هتتهد. ما يقلقش يقول لك انا لو قللت الجرعات دلوقتي خطر عليا عشان كورونا، فانا اللي هو ده الهدف الاساسي. يعني مش يقول يعني لازم هدف نفسي ضيع وكده ضيع لا قدر الله، يعني لازم هدف نفسي وهدف ان احنا ما نوقفش العلاج بس ندي علاج اخف شويه. جميل. ما يفرقش معايا ان انا لازم ادي علاج كيماوي هيدي نسبه 100% شفاء، بدل ما ادي علاج هرموني بنسبه 80% 10% مش هتفرق، بس احافظ عليه دلوقتي لان انا عندي مشكله. لو العيان ده دخل المستشفى هيلقط فيروس، لو العيان ده وهو بياخد الكيماوي لقط الفيروس هيبقى عنده مشكله كبيره في المناعه، مشكله كبيره بعد كده، انا عايز ابعده عن ده، احافظ عليه كده. ولازم اقول له ان الفتره ديت اول ما تنتهي خلاص هنرجع لعلاجنا، الفرصه لسه قائمه للشفاء، مفيش اي مشكله. وعايز اقول نقطه مهمه جدا للناس اللي خلصت علاجها، ارجوكم ما تعملوش متابعات دلوقتي، اقعد في بيتك. الموضوع احنا دايما بعد العلاج ما ينتهي بنقول للناس كل 6 اشهر كل فتره اعمل متابعات، نشوف الاشعاعات، نطمن ان مفيش حاجه رجعت. كلام محترم. دول بقى اقعدوا في بيتك، اجل كل المتابعات لغايه لما نعدي الفتره دي على خير. ليه؟ لانك كده هتبعد عن مراكز الاشعه،
التحاليل، هتبعد عن الدكاترة العيادات المستشفيات، انت كده بتريح الناس. تمام. في وطبعا الوقت محتاجين وقت اكتر من كده معاك يا دكتور، يعني ما شاء الله حضرتك اسهبت معانا بشكل يعني بيصيب الهدف على طول نظرا لكل الاسئله اللي جات لنا صفحه البرنامج. في كلمه سريعه اخيره عشان وقت فقرتنا خلاص يا دكتور، لو انا بقول دعوه لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، انا كبرنامج احلام مواطن بدعو كل الشعب المصري للتعامل والتركيز مع حمله استرازينيكا، صحتك قوتك اللي اطلقتها الشركه مع وزاره الصحه، في كلمة أخيرة لهذه الحملة من الدكتور عمرو يقول لنا إيه؟ بالنسبة للموضوع بتاع الكورونا ومرضى الأورام، الموضوع 6 أسابيع ماكسيموم هيروح، بصوا دايما لبعد شهرين الموضوع هيرجع كويس جدا. نحافظ على نفسنا دلوقتي، أي حد كان بيحلم بحاجة يعملها وهو قاعد في البيت يعملها، اللي عايز يكتب كتاب، اللي عايز يدرس حاجة، استغلوا الوقت لأن الوقت ده مش هيتكرر تاني. تمام. كلنا نبص على شهرين قدام، ما نبصش دلوقتي، وان شاء الله يبقى دايما افضل وصحتك قوتك يا جماعه. احنا بندعوكم طبعا من خلال البرنامج، والدكتور عمرو مهم جدا، انت عارف مراكز القوه فين تكمل عليها وتخلي بالك من نفسك. في نهايه فقرتنا بشكر جدا 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 الدكتور عمرو صقر، استاذ علاج الاورام بكليه طب القصر العيني جامعه القاهره. بشكرك يا دكتور، لنا لقاءات كتير ان شاء الله، ودايما مكملين في الخير. شكرا جدا. اعتقد كده جه وقت الخير، سقيا الماء واحلام مواطن زي ما انتم متعودين كل حلقه سبت واربع، معانا مفاجآت، معانا تقارير، معانا اعمال خير حكي عن نفسها. ادعوكم نشوف هذا التقرير والفاصل الاعلاني، واستقبل بعديه على طول الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف، معانا كلام مهم جدا، ادعوكم للمتابعه. اسم غير كل الاسماء، واخد عهد على نفسنا ما بينا وما بين ربنا. حرص حضرتك على حضور حفلات الخير النهارده؟ طبعا انا لبيت الدعوه على طول من اول ما عرفت ان مؤسسه سقيا الماء النهارده عاملين دعوه او في فرقتين خارجه رايحه لاهالي الاسر. طبعا الواحد ما يتاخرش في حاجه زي كده خالص. جيت انبهرت بالمؤسسه والقائمين عليها، شيخ عزت وكل القائمين، صراحه حاجه مشرفه وفخر. اللي يسمع غير اللي يشوف، اللي يشوف جوه المؤسسه بصراحه يعني انبهار بالخير اللي معمول والجو الجميل. الواحد حاسس بصراحه اني سعيد جدا. انا على فكره انا بقالي فتره كتيره ما خرجتش من البيت، ولكن النهارده انا سعيد جدا، حاسس يوم عيد بالنسبه لي، ان انا اشوف فرحه الناس وفرحه الجمهور الجميله دي والقائمين على العمل، والحاجه اللي رايحه الفلاتين دي رايحه للاسر والاهالي. فطبعا اخواتنا واهالينا، وطبعا ما ينفعش ان احنا ما نقفش جنبهم. حاجه جميله، ورب يجعلها في ميزان حسنات كل القائمين على المكان. سقيا الماء وابن مسجد، يا هناهم الواحد لما بيشعر بالسعاده وهو بيدخل السعاده على 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 فقير او محتاج او في مشكله، دي احلى احساس الانسان بيحس بيه. فطبعا كون ان انا اشارك، انا جيت شاركت، لكن الناس دي قايمه بجهد كبير جدا، وما شاء الله جايبينها من الصعيد للقاهره لمحافظه الجيزه، يعني حاجه جميله جدا. يعني اتمنى انها ما توقفش، لان عندنا الفقراء كتير، المحتاجين كتير، خاصه ان احنا في الوقت اللي احنا فيه دوت وباء يعني ابتلينا بيه، وبنحمد الله سبحانه وتعالى على الابتلاء، لان الابتلاء ده من شيمة الانبياء. يعني في الوقت اللي احنا فيه دوت، في ناس ما عندهاش لا مأوى ولا عندها فلوس في البنك ولا عندها اي شيء تتعايش بيه، غير ان هو بيطلع الصبح يجيب لقمه عيشه وبيجيب قوت ولاده. النهارده هو قاعد في البيت، فمحتاج العون ومحتاج المساعده، فكل الناس
الناس دي تقوم بهذا الجهد الكبير ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله ويجمعنا معهم في الجنه ان شاء الله. حرص حضرتك على حضور فريق الخير النهارده برعايه مستشفى التنميه دي فرصه جميله متفائلين ومتفائلين بالنسبه للناس اللي معاهم في الحلوه في المره، ان لما مصر تمر بازمه زي كده بتنقلها ومقرات المقبوله، اللي هو احنا عايزين نقول للمجتمع ان احنا ايد واحده ومؤسسه ايد واحده ومؤسسه صغيره تثبت للناس ان هي موجوده دايما في وقت الازمات وفي وقت الشده متفاعلين ومتعاونين، ومش هنسيب اي وقت الناس محتاجانا فيه الا واحنا ان شاء الله حلال بطاقه. حرص حضرتك يا دكتور النهارده على حضور الاحتفاليه، لان ده يوم ثمره، ده يوم الجني الحصاد، احنا طول السنه بنشتغل وبنستعين بالله علشان الفرحه بتاعت النهارده، ونوزع الكراتين بالمواد الغذائيه بتاعت الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سبب لرفع البلاء عنا كلنا ان شاء الله. اتكلمنا عن المجهود المبذول في عمليه الخير بتاعت النهارده. بص يعني هي الاحتفاليه او المجهود هو مجهود كل اعضاء المؤسسه والمعلمين ايا كان هو شغال فين في المؤسسه، فانا ما بينامش عشان نوصل دي ربنا فعلا في مكانهم في جميع المحافظات. الحمد لله احنا فتره جيده جدا، احنا ما كملناش 6 7 شهور بس الحمد لله الدعم اللي احنا موصلينه للناس وصدق المتبرعين فيه خلانا النهارده احنا من اقوى المؤسسات اللي هي متوصله لكل المحافظات وبنفسنا، والحمد لله مش مجرد ان احنا بنبعت خلاص، لا احنا بننزل بنفسنا نعمل ابحاث وبعد كده بنوصل الكراتين او الصدقات او الوصلات او الاخبار ايا كان الخدمه الصدقه اللي رايحه بنروح بنفسنا عشان سقيا الماء اسم غير كل الاسماء، واخد عهد على نفسنا ما بينا وما بين ربنا. مؤسسه سقيا الماء اسم غير كل الاسماء، واخد عهد على نفسنا ما بينا وما بين ربنا. بس لسه قلوبنا فيها نغر خير، يلا نبدا خطوة ده المشوار كبير، مش كتير والله ابدا مش كتير. جولات مكوكية لسقيا الماء يوم الخميس موجودين مع اهالينا، حبيت افرحهم واحنا على الهوا النهارده في محافظة اسيوط. دايما الدعم، كل الدعم في كل المحافظات من خلال مؤسسه سقيا الماء، زي ما انتم شفتوا معايا الكابتن هاني العقبي، الكابتن محمد عامر، النجوم كتير، كل علماء المؤسسه. احتفاليه بتحصل في السنه كتير ولكن دايما اجواءها المره دي مختلفه شويه. خلونا نرحب على طول معايا فضيله الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف، برحب بك يا شيخ احمد، منورنا ضيف دائم معانا. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. دايما متعود معاك كده مش بنجهز سكريبت، بنتكلم من القلب، بنقول للناس كده، بنخف وطأة الموضوع. الساعة دلوقتي هي الا تلت، الناس قاعدة طول اليوم تسمع في أخبار، عايزين نطمنها، عايزين نكلمهم كلام كده يهدي القلب والنفوس، وفي نفس الوقت بعد الدعم اللي شفناه من الدولة في كل قطاعاتها عايزين ندي رسائل توعية وحسم للناس ان التوقيت ده انسب واهم توقيت فعلا للتكافل والاستمرار، لان واضح كده ربنا يا رب يستر الموضوع لسه شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أجمل حاجة إن إحنا نتعاون ونتكاتف ونكون إيد واحدة. جميل. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى أي حاجة حلوة نتعاون عليها. في صورة بنقرأها كل جمعة اللي هي صورة الكهف، سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. وبتحكي قصة من القصص القرآن الجميل الماتع، قصة ذي القرنين. في آخر الصورة ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض. ويعني نضيف حاجة للمشاهدين، إن ذي القرنين كان من أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض بداية، عشان نتكلم على مسألة التعاون. أيوة. أربعة ملكوا الأرض، في اثنان مؤمنان واثنان كافران. المؤمنين الاثنين المؤمنين سيدنا سليمان عليه السلام وذو القرنين. الكافران بخت نصر كان أحد ملوك الروم، والنمرود أو النمروذ ملك كنعان اللي حج سيدنا إبراهيم كما حكت سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. قصة ذو القرنين وتجسد صورة من صور التعاون، صور العمل الجماعي.
لما في قوم كده وذو القرنين ماشي كان على الراجح من أقوال العلماء أنه ملك صالح، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إحنا كل ما نعمل حاجة يطلعوا يأجوج ومأجوج يهدوها علينا، يأكلوها يدمروها يفسدوها، إحنا لا نسلم من شرورهم، فأنت اعمل لنا حاجز واعمل لنا صد منيع كده يا ذو القرنين علشان ما يؤذوناش. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم إيه؟ قال ما مكني فيه ربي خير، يعني الملكة اللي عندي والحاجات اللي أنا أقدر أعملها أعملها، لكن مطلوب منكم إيه؟ فأعينوني. يعني مش لوحدي، رغم القدرات اللي ادها لي ربنا لازم تعينوني. مش عايزكم تبقوا أعلى في المجتمع، لازم كل واحد يقوم بدوره، الفقير يقوم بدوره، الغني يقوم بدوره، الطبيب يقوم بدوره، الحرف يقوم بدوره، صاحب المال يقوم بدوره، التاجر يقوم بدوره، الصيدلي يقوم بدوره، اللي واقف في محل بآلة يقوم بدوره، كل واحد في المجتمع يقوم بدوره. بتاع النظافة اللي مطلوب منه نظافة في الشارع في مكان معين ويجمع برضه يقوم بدوره. اللي يا جماعة انت مثلا خارج من بيتك هترمي مثلا القمامة بتاعة البيت، ما تسيبهاش قدام باب الشقة، ما تسيبهاش قدام باب العمارة، ما ترميهاش وانت نازل كده ومكسل تروح توديها في صندوق القمامة، ما هو ده غلط. ده برضه دورك انك تبقى حريص على نظافة المكان ونظافة العمارة ونظافة الشارع ونظافة الحي اللي انت فيه. فذو القرنين لهم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخوا. خلي بالك كل واحد قام بالدور اللي عليه، وزع الأدوار يا أستاذ هاني. واحد زبر الحديد يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين صدفين قال انفخ، حد ينفخ عشان يولع النار والنار تشتعل. خدت بال حضرتك نتيجة العمل الجماعي ده إيه؟ لما تعاونوا كلهم وكانوا إيد واحدة أنتجوا إيه؟ أنتجوا أن ذو القرنين مع العمل ده ومع الجروب ده عملوا الجدار وعملوا حائط، ما استطاع يأجوج وماجوج أن يعلوه، يعلو هذا الجدار ولا يثقبوه يعني يفتحوه. لذلك كانوا يقول لك إيه؟ فما استطاعوا أن يظهروا، ما يدروش أنهم يطلعوا فوق الجدار، وما استطاعوا له نقبة، ما يدروش أنهم حتى يخرموا في الجدار. شوف ده نتيجة إيه؟ التعاون والعمل الجماعي. العمل الجماعي يا جماعة بركة، العمل الجماعي يا جماعة بركة وقوة، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل فيه قوة. وده اللي ده كان دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه من أول لحظة، من أول لحظة لما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة تعاون مع الصحابة، مش اللي هو عايزين نعمل مسجد وخلاص، لا، كان بيشارك معاهم صلى الله عليه وسلم. وبرضه في مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر من الأسفار، وبعدين جاعوا فأرادوا أن يعني يذبحوا شاة ليجهزوها للطعام، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يصلحوا شاة، يعني حد يقوم إيه يجيب خروف كده ولا جدي ويذبحوا. فأم بعض الصحابة قال أنا علي ذبحها، أنا اللي هذبح. صحابي تاني قال علي سلخها، صحابي تالت قال علي طبخها. يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو المربي وهو المعلم وهو الذي يوحى إليه، شوف واحد دور على السلخ والتاني ذبح والتالي الطبخ، يعني كلها حاجات ايه يعني في الساعة حلوة حلوة شغال الجزار هي شغلانة حلوة الطباخ. النبي يقول لهم وانا علي جمع الحطب. لا الله، لا اصعب حاجة اللي كله يبقى بيهرب منها زاوية قمة التواضع، انك تبقى في وسط الازمة وما تقولش ايه لا يا اصل مش بتاعتي، اصل انا ماليش فيها، اصل مش ملعبي، اصل خلينا بعيد، لا انا عايز الحاجة اللي تناسبني، اصل لا البرستيج بتاعي. لا يا جماعة احنا كلنا لازم نسد في اي حاجة ونتعاون كل طيب واحدة. تعتقد يا شيخ احمد بعد الازمة اللي احنا عايشينها دي، او انت لامس او شايف لحد ما وليس في المطلق، حجم تعاون المصريين جنبا الى جنب في هذه الظروف، هل كان بالشكل المرضي ولا لسه في اكتر من كده؟ على سبيل المثال التواصل مع المؤسسات الخيرية، المجتمع المدني، التواصل مع سوكيا اللي احنا شايفين الارقام معانا عشان نكمل دعم للناس. انا اعلم ان انت في موضوع كراتين الخير ديت في موضوع مهم جدا هتكلمنا فيه بعد لحظات، فانت شايف الموضوع وصل للحد المرضي ولا عايزين نحمس الناس شوية؟
والله في بعض الأحيان في تعاون، لكن أحيانا بتلاقي مثلا بعض الجشع من بعض التجار أو اللامبالاة من بعض الناس أو التهاون أو السخرية اللي أحيانا بنشوفها على السوشيال ميديا أو اللقطة اللي حضرتك جبتها في أول البرنامج النهاردة الناس اللي في الدقهلية. أنا بصراحة شايف أن ده خزي وده يعني سوء تعامل لأقصى درجة. أنا عايز كل واحد، معلش ومحدش يزعل، من كل واحد من الناس اللي تجمهرت النهاردة على الميتة اللي هي تكرم يعني هي ميتة تكرم في حياتي وتكرم وهي ميتة، لو كل واحد من اللي تجمهر دول كان مكانها أيوة. أو حد من أهله مكانها، أخوه أخته والده والدته ابنه بنته، هل يرضى بهذا؟ لن ترضى بهذا، لن ترضى انك تمنع واحدة ماتت. يا جماعة هي ماتت خلاص، مات معها الفيروس، مش ربما وهي طبيبة وكانت بتعالج الموضوع بتاع الفيروس، لو حد منهم كان جاله كورونا هو شخصين يبقى بتعالج عندها من اللي كان منع دفعها. صحيح بغض النظر، هذه من حقها ان تكرم، الميت يكرم بعد موته وده حقه علينا، لكن المنظر اللي احنا شفناه ده انا اظن، مش لا اظن، انا اعتقد واجزم ان هذا لم يحدث الا في مصر. انا طبعا احنا زعنا هنا تقارير دفن في بلاد اللي بيقولوا عليها بقى بلاد غير المسلمه بيدفنوهم ازاي، وزعت في البرنامج ده لقطات كتير لدفن المسلمين في دول اوروبا، وشفت في مصر هنا بيحصل ازاي، بيقول لك كانوا بيقاوموا الامن كمان، يعني بيقول لك كانوا بيرشوهم وكمان بيقاوموا. لا يا جماعه لا الثقافه بتاعتنا. طيب انا طبعا يعني حابب معاك يا شيخ احمد في دعوه دايما للخير ودعوه للبساطه اللي انت معودنا عليها، ربنا يكرمك. انا عاوز اكفل بيت بمواد غذائيه، عاوز اساعد اسره، عندي جاري، عندي الناس اللي معايا في العماره، عندي البواب، عندي زميلي الناس الاول. انا معايا وقت كافي عشان كل مره بنيه معنا 9 دقايق. طيب صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم. انا عايز المشاهد كده يركز معايا، يعني لو هو خلاص دخل عليه النوم لا اغسل شطف وشك كده وهديك 5 دقايق بس، 5 دقايق دسمين هتحس فعلا ان الموضوع مختلف بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. صل عليك. الموضوع لو انا عايز اكفل الاسره موضوع بسيط خالص. انا عملت الموضوع ده من كام يوم وهعمله تاني لان انا جايب الحاجات معايا، وعايزك بقى شوف قمه البساطه. تجربه بقى، تجربه عمليه. تمام، قمه البساطه، ادي نص كيلو لوبيا، نص كيلو فاصوليا، تمام، ومعاه نص كيلو لوبيا، كويس. انا عايز الكاميرا تركز، الله يكرمك. وادي نص كيلو عدس، شوف انا جايبه في اكياس ولا جايب حاجه شركات ولا بتاع، اللي هو بيجيبه عادي من الناس اللي انا عايز نص كيلو نص كيلو زي ما الراجل البسيط بيعمل، تمام كده. نص كيلو ده هيعمل له 10 جنيه، وده 10 جنيه وده 10 جنيه، تمام. هتجيب مكرونه، تمام كده. خد بالكوا الشيخ احمد بيحكي من وقع تجربته يا جماعه، يعني انتوا شايفين معايا بس عايز ابسط لك الموضوع خالص علشان لما نقعد نتكلم عن كفاله الاسره والحساب والكلام ده ما تستصعبش، وانا قادر مش قادر. لا، لو معاك 100 جنيه هتجيب الحاجات دي وتكفل بيها اسره، بس ركز معايا اقول لك ازاي. وادي ملح، ممكن تجيب كيسين، كيس ملح ب 2 جنيه ولا بجنيه، تمام. وعندنا كمان شاي، تمام كده، ممكن نجيب الملح والشاي قدام يا شيخ احمد عشان احب اوري. وعندنا الزيت، وعندنا الصلصه، صلصه ب 8 جنيه انا على فكره كاتب النهارده الراجل انا بشتري منه. ما انا عاوز اقول لك اللي انت عامله ده كده وريته لنا على الهواء دايما يا جماعه، متعودين معايا شيخ احمد عامل لي تجارب فريده كده. ده بكام اللي انت عامله لنا ده يا شيخ احمد؟ انا جمعته حوالي بالظبط كده 88 جنيه. انت شاريه ب 88 جنيه. وادي الرز كمان اهو. والرز. تمام؟ وكمان عم معانا سكر. تمام؟ يبقى احنا عندنا اهو سكر، زيت، شاي، ملح، مكرونه، رز، عدس، فاصوليا، لوبيا، صلصه، كويس. عاوز انت تزود بقى الطبق بيض، فرخه، كيلو لحمه، اللي ربنا بقى يقدرك عليه. ده هي كده يا جماعه لا تتعدى ال 90 جنيه. لا تتعدى ال 90 جنيه. يعني انت هنا معنى كلامك مش شرط ان انت تكون صاحب دخل عالي معين أبداً عشان تكفل. ابدا. وصل على سيدك. اللهم صل عليه. انت عارف دي هتخلص في مره؟ لا. ده هي ممكن الست تاخد من دي معلقه ولا معلقتين تكفيها طبخه. كيس السكر ده هيقعد ليس اقل من اسبوع، كيس السكر انت ممكن تجيب كيسين. ازازه الزيت برضه ممكن تقلي مره واثنين وثلاث، الشاي ممكن يكفي اسبوع، والملح دي طبخه ودي طبخه وطبخه. الحاجات دي يا جماعه متوسطها كده يكفي ليس اقل من اسبوع، ليس اقل من اسبوع. والمعنى المعنى لو انا عندي اسره فيها 2 اب وام زائد 3 افراد او فردين، يعني متوسط الاسره 4-5 افراد، تمام، والغالب كده عاشوا بالوجبه ده او بالكرتونه ده او بالشنطه دي اللي هي ما تعدتش ال 100 جنيه،
لمدة أسبوع 7 أيام في وجبتين يعني 14 وجبة، يعني أنت خدت ثواب 14 أكلة اتعملت في بيت. وشوف بقى كل معلقة سكر تقلبت بها كوباية العصير ولا كوباية الشاي في ميزان حسناتك، كل قلية بطاطس في ميزان حسنات، كل كوباية شاي في ميزان حسنات، كل مرة حطت منها الست معلقة ملح على الطبخة في ميزان حسنات، كل معلقة رز في ميزان حسنات، كل معلقة عدس في ميزان حسنات، لوبيا، فاصوليا، مكرونة، كل ده في ميزان حسناتك، كل ده في ميزان. وهقول لك بقى لو انت معاك ورقة وقلم دلوقتي اكتب ورايا كده 15 ثواب، 15 ثواب لو انت عملت حاجة زي كده. واحد، ان ده من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. تمام كده. واحد. اتنين، ان ده قضاء حوائج. يعني مثلا لو واحد عندي فقير او راجل بيشتغل باليومية بيطلع الصبح يرجع اخر النهار بالمية وخمسين جنيه، دلوقتي مفيش، الظروف اصعب دلوقتي، هو اصلا ما بيلاقيش مكان يشتغل فيه، مش عايز حد يشتغل. تمام كده. يبقى رقم واحد قلنا من احب الاعمال، اتنين ده في قضاء حاجه. انا عايزك تعد معايا 15 ثواب هتاخدهم لو انت دفعت 90 جنيه او 100 جنيه، او لو انت عاوز تزود بدل كيلو سكر 2 كيلو سكر وتوصلها ل 200 جنيه، اللي هي الكرتونه اللي عملتها سقيا الماء، مؤسسه سقيا الماء، 200 جنيه ازازه الزيت ومعاها سمنه ومعاها نفس الفكره وبتزود، وكيسين سكر على كام كيس ملح على، وانت ممكن بال 200 جنيه بقى تكفي اسبوع واتنين لو انت عايز تزود. ولو انت ما انتش عاوز تنزل بقى ومش عايز تحتاج، اتصل بالمؤسسه سقيا الماء قول لهم انا عايز اساهم بايه؟ ثمن 5 كراتين يعني ب 1000 جنيه، ب 20 ب 10 كراتين ب 2000 جنيه، انت واستطاعتك. تمام؟ يبقى واحد ثوابه احب الاعمال، اثنين قضاء حاجه، ثلاثه انك بتدخل السرور على قلب البيت، قلب الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من ادخل سرورا على اهل بيت لم يرضى الله سبحانه وتعالى ثوابا دون الجنه. رقم ثلاثة. أربعة، إنك تتصدق بنية الشفاء، إن ربنا يحصل لك أولادك ويحصل لك زوجتك ويقيهم من الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. رقم أربعة. خمسة، الحاجات دي بتكفر السيئات، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. خمسة، حسن الخاتمة، الصدقة تدفع ميتة السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة، يقيك حر القبر، الصدقة تطفئ حر القبور، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تطفئ غضب الرب. رقم ثمانية. رقم تسعة، ان من احب الناس الى الله سبحانه وتعالى اللي بينفع الناس، ودي اكبر نفع في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني انت لو عايز تكون احب من احب الناس لربنا عليك بالعمل ده. رقم عشرة، تأتي يوم القيامة حاجة، تلاقي حاجة بتظلك كده يا سوسان، في مظلة، في حاجة دايما بقولها. دلوقتي احنا عندنا الشمس بعيدة عننا 150 مليون كيلو، 150 مليون، لو اقتربت سنتيمتر يحترق كل ما على ظهر الارض، لو ابتعدت سنتيمتر يتجمد كل ما على ظهر الارض. في الاخرة بقى الشمس على بعد قد ايه؟ ده فوق الرؤوس، ميل يعني مش مكمل 2 كيلو متر. دلوقتي 150 مليون واحنا قلقانين من الحر اللي جاي ومن الصيف اللي جاي. خدت بالك؟ انا بقى لما اعمل حاجة زي كده ب 90 جنيه ولا ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه لو تواصلت مع مؤسسة سقيا الماء، انا هاجي في الاخر الاقي مظلة بتظلني كده. علشان ايه؟ عشان انت ساعدت الناس. خلينا اكمل ال 15، عايزك تكمل 15 دلوقتي. طب معلش، طيب 10 ظل صدقة، 11 تلاقي باب الصدقة الواحد ابواب الجنة بينادي عليك، تعالى خش من باب الصدقة عشان انت تصدقت. 12 وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعم الله من ثمار الجنة. 13 ان ربنا ييسر عليك، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. 14 ربنا يبارك لك في ولادك وفي رزقك، النبي عليه الصلاه والسلام يقول استنزلوا الرزق بالصدقه. و15 ربنا يحفظ لك اولادك زي ما حفظ الغلامين، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. يبقى عشان ابوهم كان صالح بيعمل صالح، ربنا ايه؟ جند موسى والخضر ليحفظ لهم الكنز. خدوا بالكم اعزائي المشاهدين، انا دايما في الفقره دي لما بتعودوا معايا مع سقيا الماء، دايما انتم محتاجين تسمعوا الكلام ده من فضيله الشيخ احمد علوان او احد ضيوف اللي بيبقى موجودين معايا والساده العلماء. هم اقدر مني في التعبير، عشان كده انتم جايين تسمعوهم اكتر ما تسمعوني انا بالذات في عمل الخير، زي ما انتم شايفين معايا بدي المساحه اكتر لضيفي، لان الكلام ده احنا كلنا بنستفاد منه، خصوصا في الوقت الصعب اللي كلنا محتاجين نفهم لو متعلق بتعليم دينك وكمان مشاركه اجتماعيه كلنا محتاجينها. اللي عنده 88 جنيه يقدر يعمل كده من نفسه، لو مستصعب ينزل ويشتري
الرقم يتواصل بس صح كده؟ وقف الأسرة، عايزين هاشتاج يا جماعة وقف الأسرة لازم نفعله. وأنا بناشد الشباب بتاع السوشيال ميديا اللي قائم على مؤسسة سوق الماء يدشن الهاشتاج هاشتاج وقف الأسرة تمام، عبر مؤسسة سوق الماء ب 200 جنيه بقى الحاجه اللي هي تبقى كرتونه ما شاء الله فيها تمر وفيها سمن وفيها شفنا وهنذيع تقارير كتير دايما في فقرات متنوعه يعني. واحنا قلنا بتاخد ثواب، بتاخد ثواب اسبوع واثنين اسره كامله بتاكل من ده. انا مش عاوزكم دايما تبقوا بتستغربوا المشهد فضيله الشيخ احمد علوان لما بيطلع منتجات اللي بيجيبها او بيجيب اي شيء بيبقى الغرض انه يوديك المعنى بس بشكل غير تقليدي، فعشان كده دايما بيبقوا حريصين هنا مش بتقول لي احلام مواطن، ما هو ده حلم المواطن البطيء، هو ايه ما انا ايه نص لوبيا ونص فاصوليا، الكلام يبان في ظاهره، مين مننا ما يعرفش اللوبيا والفاصوليا بالشكل ده، بس المهم انت شايف الموضوع قد ايه بسيط، بس ممكن احنا نكون مستصعبينه. يعني فضيله الشيخ احمد يعني عاود 30 ثانيه معاك لو حابب تقول اي حاجه اخيره. أنا عايز أقول العمل الصالح ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. اللي يرحم ربنا يرحمه، اللي يرفق ربنا يرفق به، اللي يعطف ربنا يعطف عليه، اللي يحنو ربنا يحنو عليه، اللي يكون كريم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، اللي يحسن ربنا سبحانه وتعالى يحسن إليه. وأنا أختم بكلام ربنا سبحانه وتعالى، أول آية تحدثت عن العمل الصالح في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة إلى آخره. يعني مفيش بعد كلام ربنا يا جماعة حد ممكن يبدأ محتاج تختم يومك قبل ما نخش كلنا دلوقتي أو حضراتكم تخشوا تناموا، ربنا رب يطمننا على كل الناس. أعتقد كده يعني بشكر جدا جدا فضيلة الشيخ أحمد علوان. سقيا الماء يا جماعة تقارير، جولات ميدانية، تليفونات أمامكم، لسه رايحين بحاجات كتير جدا الفترة القادمة هوريها لكم في مفاجآت من خلال برنامجنا. أنا بشكرك جدا جدا فضيلة الشيخ أحمد، دايما أضفت لنا بكلامك وربنا دايما ينفع بك الناس يا رب. الله يبارك فيك، ربنا يتقبل. والله بنحاول ندل الحاجات البسيطه دي بتفرق، واذا كنت انت مفكر ان دي حاجه بسيطه في ناس تانية بتعمل، في ناس محتاجه بالزبط. في ناس بالزبط. محتاجه كيس السكر يا جماعه. كلمه اخيره وانهي يا جماعه، كل الناس اقعد في بيتك، خلي بالك النجوم الاعلاميين الممثلين لعيبه الكوره لازم نلتزم عشان نخلي بالنا. عتاب المحبين، تاني عتاب المحبين، نقيب الممثلين واحد الفنانات، اخبار وصور على السوشيال ميديا، احنا ما نقدرش نقعد في البيت لان في عقود رمضان والمسلسلات والشغل وبننزل لوكيشن التصوير بالكمامه والمطهرات لان دي عقود وفلوس ناس. يقوم بعض الناس اللي انت بتقول له اقعد في البيت علشان تخلي بالك يقول ايه؟ هو انت مقعدني انا في البيت وانا مش لاقي اكل وانت نازل تصور عشان تاخد الملايين وتزودها؟ ده شغل كل واحد صح، بس ما كانش ليه لازمه. تصريح وفيديو وصورة استفز ناس قاعدة في البيت ربما لسه مستنية اللي الشيخ أحمد طلعه ده رفقا بالعباد. أنا يعني في نهاية حلقتي أتمنى نكون النهاردة قدرنا نقدم حاجة استفدتوا بيها، زي ما أنتم متعودين معانا في أحلام مواطن بنحاول جاهدين نقدم محتوى راقي بعيد عننا نركب الترند. هذا البرنامج بتاع الناس بشكل فعلا حقيقي، حتى لو نسبة مشاهداتنا على قدنا بس خيرنا وفضل اللي بنعمله للناس اعتقد هيبقى ثوابه كبير جدا عند ربنا. تقبلوا تحياتي يوم الاربعاء، حلقه مهمه جدا، تقارير وارقام وخبايا واسرار وحصريات من البرنامج بعني اللي بقوله عشان هورهولك بالصوت والصوره. اشوفكم ان شاء الله الاربعاء الساعه 6 مساء ان شاء الله، دايما على خير وربنا يستر على البلاد وعلى العباد. شكرا.